سؤال حضرتك حوالين اهتمامنا بفكرة خطاب الكراهية. في منتدى حوار الثقافات اللي أنشئ في الفترة من 30 سنة تقريبا، كان عندنا اهتمام، وزي ما قلت انه في مجهودات تنمويه، لكن مهم قوي. انا لسه ما كنتش انا اشتركت في يعني ما كنتش حضرتك لسه اشتركت معانا في المنتدى، لكن من 30 سنه اهتم المؤسس الهيئه بفكره منتدى حوار الثقافات، ان احنا بناء الانسان وجدانيا وعقليا وفكريا. تمام. وبالتالي البناء الوجداني ده، وبناء وتكسير كل الصور النمطيه، وبناء ثقه متبادله، هنكسر كل التابوهات بالظبط. احنا مرينا فترات صعبه، خلينا ما ننكرش مجتمعنا في السبعينات والثمانينات مر بمراحل تاريخيه صعبه جدا، وبالتالي ان احنا وفي اجيال طلعت في الفتره دي، مش هننكر ده، لازم نبقى عارفين وبنواجه ده عشان نعرف نعالجه. وبالتالي الفتره الصعبه دي طلع منها مجموعات اتربت بثقافة معينة، كان علينا دور وحاسين بدور ومسؤولية مجتمعية ان احنا نبني جسور من الفهم المشترك. وعلى فكرة مش من الاخلاص لهذا الوطن ولا الاخلاص لاهله ان احنا نتغاضى عن هذا الركام اللي حصل. لابد ان احنا نهتم ونزيل الركام دوت عن الجوهر الحقيقي للانسان المصري، لان ازالة هذا الركام هو اللي ممكن يخلينا نقدر نكون مكونين الجمهورية الجديدة ومكونين الحضارة المنورة المباركة اللي إن شاء الله هنكون شركاء فيها.